فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تخصيص بعض الدعاة بخطب ودروس يكون مدار الخطبة أو الدرس على القصص الواقعية لجذب قلوب الشباب للعودة للدين، ولا يكون فيها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، هل هذه الخطب تكون مفتقدة للشرط الثاني لقبول الأعمال وهو المتابعة؟ القصص أو القصص الصحيحة التي فيها عبرة لا مانع من إيراد شيء منها في الخطبة، أما أن تجعل الخطبة كلها في القصص هذا لا يجوز. خطبة أغراضها معروفة، من أغراضها الموعظة، والموعظة يدخل فيها القصة الصحيحة التي فيها عبرة، يكون في الخطبة شيء من ذلك، لأن الخطبة كلها في القصص. نعم.